عند بدء البيع على موقع أمازون مهم جدا اختيار المنتج الملائم لبيعه، وفي هذا الفيديو سأطلعكم على 5 العوامل التي يجب الانتباه إليها عند اختيار المنتج. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. عند بدء البحث عن المنتج الذي تريدون بيعه على موقع أمازون عليكم الانتباه لهذه العوامل. العامل الأول هو المنافسة. عند البحث عن منتج معين علينا اختيار منتج ليس عليه الكثير من المنافسة وأيضا الكثير من التجار يبيعونه. يمكنكم تمييز هذه المنتجات من خلال عدد الريفيوز على المنتج، فكلما عدد الريفيوز عالي سيكون الكثير من المنافسة على المنتج. العامل الثاني هو الإقبالية. عليكم البحث عن منتجات مطلوبة جدا في الموقع ويباع منها الكثير وعدم المخاطرة بابتكار منتجات جديدة أو منتج لا يباع منه الكثير، خصوصا إذا كنتم تجار جدد. العامل الثالث وهو فارق الربح. اختاروا منتجات فارق الربح فيها عالي حتى بعد حسابة مبالغ الشحن والرسوم. العامل الرابع هو منتجات خفيفة وصغيرة. كلما كان حجم المنتج صغير ووزنه خفيف سيكون تكاليف الشحن المنتجات وتكاليف ثمن المنتج أقل، لذلك أنصح دائما التجار الجدد اختيار منتجات كهذه. العامل الخامس هو منتجات موسمية. المنتجات الموسمية يباع منها الكثير خلال موسمها الملائم والربحية بها عالية جدا، فهذه الطريقة جيدة لبدء البيع على موقع أمازون. الشيء المهم الذي يجب تذكره دائما هو إيجاد منتجات التي يمكننا بيعها بأسرع وقت ممكن وبأكبر ربح ممكن. أتمنى أنني نجحت بإضافة معلومات جديدة لكم، وإذا يوجد أي أسئلة أخرى بخصوص مجال البيع أو الشراء على موقع أمازون أرجو كتابتها في التعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن. أيضا لكل من يريد بدء البيع على موقع أمازون جهزت لكم سلسلة فيديوهات مجانية تشرح لكم عن المجال. كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو وسأرسل لكم سلسلة الفيديوهات. لا تنسوا الضغط على سبسكرايب لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو. أتمنى لكم النجاح وسأراكم قريباً.